بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعي قناتي على اليوتيوب، السلام عليكم ورحمة الله. فيما يلي الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق. وزارة الصحة العراقية تقول تم فحص 9642 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 281901. سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 1006 إصابات موزعة كالتالي: في الرصافة 274، في الكرخ 139، في مدينة الطب 115، في النجف 21، في البصرة 96، في السليمانية 87 إصابة، في أربيل 12، في دهوك 6، في كربلاء 31، وفي واسط 42، وكركوك 28، ديالة 3، بابل 48، ميسان 11، الديوانية 24، ذي قارر 50، المثنى 13، نينوى إصابة واحدة، وصلاح الدين 5 إصابات. أما حالات الشفاء فبلغت 235 حالة وكما يلي: في الرصافة 153، في الكرخ 43، في النجف 4، البصرة 6، أربيل 3، ديالة 13، بابل 2، وميسان 6، والديوانية 1، والمثنى 1، وصلاح الدين 3. أما حالات الوفيات فبلغت 14 حالة: في الرصافة 4، والكرخ 2، ومدينة الطب 4، والبصرة 1، والديالة 2، والمثنى حالة شفاء. الإصابات الكلي فوصل إلى 9846 حالة إصابة، أما مجموع الوفيات فوصل إلى 287. مجموع حالات الشفاء يا جماعة الخير 4573، مجموع الحالات النشطة 4986. تلاحظون أنه مجموع حالات الشفاء هي أقل بكثير من مجموع الحالات النشطة. هذا المؤشر الشارت الكيرف يمثل لنا عدد الإصابات. تلاحظون اليوم هو أعلى عدد للإصابات المسجلة منذ بداية تسجيل المرض، 1006 إصابات، أما مجموع الوفيات فهو 14، مقارنة بالأيام السابقة هو أفضل من البارحة والبارحة وقبلها. أما مجموع حالات الشفاء فهو 235، وهو نوعا ما زين، بس احنا عندنا أحد الأيام كان 587 حالة. أما النسبة المئوية لحالات الشفاء والوفيات والحالات النشطة، فمجموع الوفيات يمثل 3% فقط من الإصابات، والحالات النشطة وصلت إلى 51%، تزيد يوم بعد يوم بسبب كثرة الإصابات. وأما مجموع حالات الشفاء فهو 46%، فوصلت إلى 6,749,487. مجموع الوفيات 394,000، مجموع الحالات الشفاء 3,277,000. أما أكثر الدول عرضة للإصابة، فالولايات المتحدة الأمريكية راح توصل 2,000,000، البرازيل 618,000، روسيا 449,000، مثل ما تلاحظون بهاي الأرقام الموجودة قدامكم. اللي يهمنا منها هي الصين لا زالت محافظة على 83,027 إصابة. مجموع الإصابات احنا عندنا بالعراق فوق الألف، بالصين 5 اليوم، الباكستان 3,900، السعودية 2,500، ومكسيك 4,500 تقريبا، إيران 2,800، وألمانيا 379. يعني احنا بالإصابات مالتنا غلبنا ألمانيا وغلبنا الصين وغلبنا شنو بعد عندنا هاي الدول تقريبا. الهند اليوم بها 7,400 إصابة، المملكة المتحدة، بريطانيا 1,600 إصابة، وروسيا 8,700، البرازيل 2,600، وأمريكا 4,000 إصابة تقريبا. هذا كل اللي عندي. أتمنى لكم الصحة والسلامة الدائمة، وأرجو أنه تسوون سبسكرايب أي اشتراك بالقناة، وتفعلون زر الإشعارات، ونشوفكم في فيديو جديد.